السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورؤيته في المنام. ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المنام تعني أن ترتيب الرائي دين الرائي كما كان عمر عنده شدة في دين ويكون عنده حزم في الأمور، وأنه كما قال العلماء من رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المنام فإنه يكون طويل العمر محمود الفعل قوالا بالحق. ولربما دلت رؤية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على أن الرائي يرزق الاعتمار إلى البيت الحرام، ومن رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصافحه دل ذلك على أنه يرزق دنيا واسعة وورعا شافية وفراسة. وقيل أن من رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عابس الوجه غاضبا فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للمسلمين. ومن رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بلد فيها قحط أمطرت مطرا جيدا ويكون فيها البركات والفتوحات. ومن رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بلد فيها ظلم أو جور نزل بها العدل. ومن رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تصور بصورته أو أنه يلبس شيئا من ثيابه فإنه يعطى من حاله ما يليق به، يعطى من حال عمر ما يليق بهذا الرائي وربما نال الشهادة. وقيل أن من رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه سلاح أو في جيش فإنه يرزق ورعا وخشية وكان صاحب أمانة. ومن رآه مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينال خيرا عظيما ويكون الحق في زمانه، أنه يحضر الحق ويكون الحق في زمان الرائي، ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين شائعة. ولربما دلت رؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المنام على الصلح بعد العداوة والمحبة بعد البغضاء والحظ في المصاهرة والزهد في الدنيا مع القدرة عليها. هذا ما كان عندنا من علم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو عجبكم الفيديو ريت نعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة أتشرف بأنه يشترك في قناتي، فعل خاصية الجرس، يختار منا الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.